الموسم 30 للمباريات المصنفة قادم في 13 مارس. لنلقي نظرة سريعة على الميزات الجديدة. البطل الجديد ثور. Hunting is all about patience. في شهر مارس نرحب بالعديد من الاحتفالات الرائعة بجانب 3 أزياء جديدة. سوف يتم إضافة 4 عناصر جديدة إلى اللعبة، مما سيجلب تجربة طريقة لعب جديدة للأبطال. وصل نظام الرموز الجديد الذي طال انتظاره، والذي يتميز بتعديلات ثورية. وأخيراً، أن أبطال الدفاع وبعض من الأبطال القدامى سوف يحظون بلحظتهم، سيعزز هذه التعديل استقرار في الفريق وعمقه الاستراتيجي. بالإضافة إلى ذلك، هناك موجة من أنشطة الرفاهية على وشك الحدوث تنتظرك في الموسم الجديد.